طيب الثيرد كومبليكيشن اساتيتس، واساتيتس از يعني هو كومبليكيشن ممكن انه تحصل بسببه كومبليكيشن ثانيه اللي هي الاس بي بي. فهاو وي ديتكت اساتيتس؟ طبعا انتم عارفين انه اساتيتس اكيوميليشن اوف فري فلويد في البريتونيال كافيتي، تمام، وعاده يكون اسيمبتوماتيك لين يوصل مور ذان 1 لتر، فتبدا الاعراض بتظهر اللي انتم عارفينها. هذه مهمه في الاوسكي، انه اول حاجه انسبكشن ذير از ابدومينال ديستنشن اند فولنس ان ذا فلانك، ضروري جدا نذكرها في حالات الاساتيتس. فول فلانكس، فول فلانكس هذه معناته انه في فلويد مسلاكي، او في حاجه في الفلانكس هذه مسلاكي فلويد. بوزيتيف شيفتنج دلنس اون بيركشن فلويد تريل في اللارج اساتيتس، وممكن اللارج اساتيتس برضه يعمل نوزيا وايرلي ساتايتي وهارت بيرن وانوركسيا. فخلوا ده الشيء في بالكم، بالاضافه طبعا للدايليتد سوبرفيشال فينز اذا كان هيوج اساتيتس وديستندد ابدومين، فممكن انه نشوف هذا النقطه اللي هي الدايليتد سوبرفيشال فينز. فهذا انتم عارفين كلينيكال فيتشرز اوف اساتيتس اند هاو يو ديتكت ات اون اكزامينشن. واذا في كويستشن ما انت متاكد ايش سبب الابدومينال ديستنشن او خايف، ممكن انك تعمل الترا ساوند تشيك على السبلين، تشوف السبلين ميجل وتشوف اذا في فري فلويد في البريتونيال سبيس. فيعني هذا زي ما تقول كوفر، اذروايز اتس كلينيكال اساتيتس يعني كلينيكال. طيب وات تو دو؟ طبعا قلت لكم كلينيكال، بس عاده تو كونفيرم اند ميك شور تو كوانتيفاي فلويد، اعرف قد ايش الفلويد هذا، نعمل الترا ساوند نشوف كميه الفلويد، وبعد كده نعمل حاجه اسمها باراسينتيسيس. باراسينتيسيس اللي اسيتيك فلويد فور اناليسيس. متى اختار باراسينتيسيس؟ متى باراسينتيسيس از ذا نيو از ذا كوركت انسر؟ اي مريض في الدنيا جاي لاول مره باساتيتس نيو اونست اساتيتس، يو هاف تو اسبيريت ذا فلويد وترسله فور اناليسيس تو ميك شور ذا كوز. طيب البيشنت هذا الكحولي وعنده كل الساينز اوف كرونيك ليفر ديزيز واضحه وصريح ما فيها كلام انه السبب الاساتيتس ليفر سيروزس، برضه حتعمل اسيتيك فلويد تابينج وترسله فور اناليسيس لاسباب كثيره من ضمنها انه ممكن يكون انفكتد فلويد في اس بي بي. الاذر انديكيشن اذا لا واحد عنده اساتيتس من زمان وماشي وضعه، بس انه في سيفير وورسنينج او جاي بي ابدومينال تندرنس او جاي بي فيفر، حاجات تخليك تفكر انه انفكتد فلويد اللي بنسميها اس بي بي او سبنتينيوس بكتيريال بريتونايتس، وفي هذه الحاله لازم تعمل باراسينتيسيس، نو واي اراوند ات. طيب ايش حسوي بالفلويد هذا؟ يو نيد تو ميجر ذا ساج. اذا هذه ثاني حاجه دائما دائما تيجي عليها اسئله لازم يجي عليها سؤال، ايش هو الساق؟ دائما يجيب لكم كيس يقول لك بيشنت نون الكوليك ولا عنده هيباتايتس سي وجاي دحين بابدومينال ديستنشن وبوزيتيف شيفتنج دلنس اون اكزامينشن، فلويد از سنت او باراسينتيسيس از دن فلويد از سنت، ويرص لك السيرم لابس ويرص لك الاسيتيك فلويد لابس خلاص اللي انرسلت، ويقول لك which of the following is the most likely cause of this patient ascites. هذا السؤال مشهور ودائما بيجي، سواء كان السبب cirrhosis او الاذرز اللي حنتكلم عنها. فلازم تعرف المعادله البسيطه هذه على طول، تمسك الالبومين اللي في السيرم تطرحه من الالبومين اللي في الاسيتيك فلويد. طيب فالالبومين في السيرم اللي هو الرقم الكبير كده بكل بساطه، ده من الالبوم في السيرم حيكون اكثر من الالبوم في الاسيتيك فلويد، ما حيطلع لك الرقم بالماينس. فالالبوم في السيرم از مور ذان ذا البوم ان ذا اسيتيك فلويد، فتطرح الالبوم اللي اللارجر نمبر من السمولر نمبر يطلع لك الساج. ايش هو الساج؟ سيرم اسايتس البومين جريدينت. فايش الفكره؟ هذا نفس فكره لما ندرس البلورال افيوجن نعرف هل هو ترانسوديت versus exudate. فدحين الفكرة اللي هقول لكم كده البوينت الرئيسية في الـ MCQ اللي تخلينا نجاوب يعني كل الأسئلة. طيب بس أول حاجة قبل لا نقسم الساق حنشوف الـ when you send the fluid حترسل الإيش. هذه مهمة لفين؟ مهمة في الـ OSCE. يقول لك طيب أنت جات يعني تيجي ستيشن مثلا exam، بعد ما تخلص يقول لك واتس يور فايندينج، تقول له مثلا في بوزيتيف شيفتنج ذس بيشنت هاز اساتيتس موست لايكلي. طيب يقول لك واتس يور نيكست ستيب، ايش تبي تسوي للاساتيتس هذا؟ على طول هنا الجواب سواء كان ام سي كيو او كان في الاوسكي باراسينتيسيس. اذا جاي كلينيكال سيناريوز ماشي مع اساتيتس، يور نيكست ستيب از باراسينتيسيس.
ما حتعمل مانجمنت، ما حتعمل اي حاجه، حتعمل باراسنتيسيس اند يو سند ذا فلويد فور اناليسيس. يقول لك تبغى ترسله لايش؟ فهذه هي الحاجات المهمه. اول حاجه بايوكيمستري، بايوكيمستري اللي هي الالبومين والال دي اتش والبروتين والاميليز، تمام. رقم اثنين سايتولوجي اللي هي مينلي نيوتروفيليك كاونت، خلاص. رقم ثلاثه اللي هي المايكرو بايولوجي، لانه اللابس كده عندنا مقسم مايكرو بايولوجي ده، فعشان لا تنسوها احفظوها بالترتيب هذا. ف مايكروسكوبي اند كلتشر عشان اتاكد انه ما في اس بي بي، سايتولوجي عشان المالجنسي، والنيوتروفيليك كاونت جزء برضه من السايتولوجي عشان اتاكد ما في اس بي بي، وبايوكيمستري توتال بلرو البومين واميليز. طيب الكلينيكال ابيرنس برضه لما تسحب الفلويد مهم. السيروزز عاده يكون كلير سترو كولرد اور لايت جرين، بعض الاحيان هذه يديك هي في الكيس، يساعد كثير لما يديك هي في الكيس، لا تعتمدوا عليها كثير بس لما تكون موجوده بتساعد كثير. يقول لك انه فلويد اسبيريتد كلير فلويد، وهذا اللابس حقه الفلويد. ممكن يكون بلادي على طول نفكر في المالجنسي، اذا كان كلاودي معناته انه في بس معناته انفكشن، اذا كان بايل ستيننج فهذا معناته انه في بيليري كوميونيكيشن او فيستولا، واخر حاجه اللي هو الميلكي وايت اللي هو الكايلس، فهذا يكون في لمفاتيك اوبستراكشن، واول دايجنوز تفكروا فيه لمفوما. طيب فلما يعطي صراحه بعض الاسئله تكون فيري ايزي، يبغاك تطلع الدايجنوز باي ابييرنس، خاصه هذه الميلكي وايت تيجي كثير، فعلى طول تفكروا في اللمفاتيك اوبستراكشن، بس الغالب حيبغى تحسب الساب اللي قلنا عليه، هو حيعطيك السيرم البومين، بعض الاحيان ما يعطيك اي لاب في السيرم غير الالبومين لانه عارف انه هو اللي انت حتحتاجه، لكن في الاسيتيك فلويد حيصف لك لابس كثيره فلازم تحسب الساب، فانت حتطرح السيرم البومين من الاسيتيك فلويد البومين، وحيطلع لك رقم، هذا الرقم يا انه حيكون مور ذان 1.1 او انه حيكون ليس ذان 1.1. اذا كان 1.1 اور مور عاده الجواب الصح حيكون بورتال هايبرتنشن او سيروزس، الاثنين هنا فور ذا سيك اوف ذس بوينت الاثنين هم نفس الشيء. انتبهوا لا تحسب الساب 1.1 وتدور على السيروز ما تلاقيه بس في بورتال هايبرتنشن، بس انت انت عارف ان الاثنين نفس الفكره. عاده السبب هنا لانه البورتال هايبرتنشن از ذا بيج كوز، داخله تقريبا هذه كلها تحت، لو لاحظتوا هذه الكوزز كلها نفس اللي ذكرتها لكم، بري هيباتيك هيباتيك ام بوست هيباتيك اوف بورتال هايبرتنشن. فخلوا ده الشيء في بالكم انه الساق لما يكون 1.1 اور مور ذس از بورتال هايبرتنشن. هم عاده في الام سي كيو على طول يحطوا بورتال هايبرتنشن ما يحطوا سيروزز، بس لو جاء سيروز اتس ون اوف ذا كوزز اوف بورتال هايبرتنشن. اسحبوا على جزئيه البروتين اتس ليس امبورتنت صراحه، وعمرها ما جات في الاسئله، بس يعني اللي يعرفها تولات خاصه في الريزيدنسي قدام. فالفكره هي انه هنا نقدر نقول انه كونجستيف هارت فيلير في جهه، طبعا هذا كله ترانسوديت. طيب يعني اذا كان الساب 1.1 اور مور السبب ترانسوديت، هذا اللي هنا شايفينه ليس ذان 1.1 ذس از اكزوديت، خلاص. فالترانسوديت كوزز لو تتذكر في البلورال افيوجن عندي كارديا اللي هو كونجستيف هارت فيلير، وعندي ليفر سيروز، وعندي نفروتيك سيندروم. نفروتيك سيندروم في الاسايتس انتبهوا في اكزوديت تعتبر، تمام شوفوها هنا نفروتيك سيندروم، لكن في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسايتس عندي الكاردياك، وعندي بس عندي الكاردياك وعندي الليفر. فانتوا عارفين طبعا انا كيف افتكر دي النقطه عشان ما تنسوها ابدا، انه ممكن اقيس الاسيتيك بروتين، اسيتيك بروتين اللي هو غير الالبومين، التوتال بروتين اللي موجود في الاسيتيك فلويد، هذا حيفيدني في ايه؟ حيفيدني افرق هل السبب سيروزز ولا السبب مين اللي كونجستيف هارت فيلير. طيب لان انتم عارفين الاسايتس يجي بكونجستيف، الكونجستيف هارت فيلير ممكن يعمل اسايتس. ففي هذه الحاله كيف تتذكرون او كيف ابدا ما تنسوها، اي اللي فيه البروتين از فيري لو او ليس ذان 2.5، البيشنت اللي عندهم هايبو البومينيميا، منهم البيشنت اللي عندهم سيروز صح؟ لانه عندهم لوس اوف سينثيتك فانكشن، فيكون البروتين عندهم فيري لو، هذا السبب انه الساج از فيري هاي، تمام. لانه كل ما زاد او كل ما كان الاسيتيك البومين اقل كل ما الساق حيكون اكبر، تمام، لانه الرقم اللي بنطرح منه. ففوق كده يكون الاسيتيك بروتين از فيري لو عندهم، فيكون عندهم سكروز. طيب
عشان تفتكرون اللي عندهم فيري لو بروتين حيكون طبعا هذا يدوكم يعطونكم الرقم دايركتلي اسيتيك بروتين اذا يبغاه في السؤال او اذا حيأثر في الاجابه حيعطيك هو داير ما تحسبه مو زي السابق. فالاسيتيك بروتين يكون فيري لو في السيروز لكن في الكونجستيف هارت فيلر البروتين از بريزنت ما في اي هايبو البومين المشكله بس انه في ترانسوديشن اوف فلويد للثيرد سبيس يكون الاسيتيك بروتين مور ذان 2.5. هذه النقطة صراحة أكثر في اختبارات الهيئة وحاجات اللي شوية ادفانس لكن أهم حاجة خاصة اختبارات الكلية إنه أعرف إنه الساق إذا كان 1.1 أور مور هتختار بورتال هايبرتنشن أور ليفر سيروزس حسب ما في في الخيارات. إذا كان ليس ذان 1.1 أي واحدة من هذه الحاجات طبعا وقتها لازم يعطيني important information يا يعني يقول لي amylases high أختار بنكرياتيتس تمام يا يعني يقول لي إنه البيشنت هذا عنده هيموريجيك او بلادي اسبيريت وقتها بريتونيال كارسينوماتوز او مالجنسي بشكل عام تمام. يقول لي جرينش فلويد او بليري فلويد حختار بليري ليك. طيب كان عنده كول الكونستيتوشن سيمبتومز الكونستيتوشن سيمبتومز وعنده هيستوري اوف كونتاكت مع تي بي وقتها حنختار التيبركلوزز. فلازم يكون في كلو. هم عاده لما يجيبوا الاسئله هذه صراحه اكثر سيناريو دائما بيعدي علي بيكون في ثلاثه في الخيارات اكزوديت واحد بس ترانسوديت اللي هو بورتال هايبرتنشن و يعني حتى بدون ما تحسب الساق حتعرف على طول الاجابه وكان سيف تايم لانه الوحيد اللي اكزوديت او الوحيد اللي ترانسوديت في الجو في السؤال الروزز او البورتال هايبرتنشن. ف اتس سمبل هذه الالجوريثم بتشرح كل حاجه والموضوع بسيط جدا. اهم شيء بس اني اعمل الحسبه البسيطه دي وعلى طول حعرف الجواب الصح ما يضيع السؤال ابدا اي وقت. نقطة البروتين برضو سمبل لأنه يديك الرقم دايركتلي فأنت تشوف إذا كان 2.5 or more this is cardiac تختار heart failure إذا كان more than two, less than 2.5 this is cirrhosis. يعني اللي يعرفوا هذه المعلومة كمان زيادة وفهموها هتضيف لهم حتى قدام في الأسئلة اللي هي more complex. طيب how to manage ليش مهم إني أحسب الساق؟ ليه إحنا نعرض المريض وأدخل إبرة بطنه واسحب فلويد وكل ما جاء نيو اساتس لازم اسحب لانه حيفرق كثير في المانجمنت. يو هاف تو ميك شور البيشنت اللي عنده طبعا اكيد تريت اند لاين ديزيز وصوديوم اند ووتر ريستريكشن لكن اهم حاجه الديوريتيك ثيرابي البيشنت اللي سبب الاساتس عندهم بورتال هايبرتنشن دي ريسبوند تو ديوريتيك. النن بورتال هايبرتنشن اساتس نوت افكتيف. خلينا نرجع للسلايد اللي قبل نشوف سيروزز تريتمنت في الاساتيس حتعطي دايوريتيك كونجستيف هارت فيلير دايوريتيك لكن واحد جاي ببنكرياتيتس او نيفروتيك سيندروم او بريتونيال كارسينوما تريت ذا اندرلاين كوز ولا ما حيروح مهما تعطي دايوريتيك. تيوبركلوزس تعطي الميديكيشن للتيوبركلوزس. بنكرياتيتس بالعكس حجلس اعطيه فلويد 3 4 لترز اوف اي في فلويد. نيفروتيك سيندروم ستيرويد او ايا كان الاميونو سبريسيف ثيرابي. بليري ليك سيرجيكال مانجمنت. فهذا السبب المهم اللي لازم اكون متاكد 100% انه ما في ترانسوديت او طيب ايش حيفيدني طيب الاسيتيك بروتين؟ ليه قلنا لازم اتاكد هو سيروزز ولا كونجستيف هارت فيلير؟ لانه السيروزز ريسبوند بيتر والفيرست لاين في اي دايوريتيك سبايرون ولاكتون. فهذا السؤال الثاني اللي دائما يجي يجيب لك فلويد والساق يكون كده او يكون واضح انه بورتال هايبرتنشن سبب الاساتيس. يعني يجيب لي مريض نون الكوهوليك وممكن يقول لك انه في بورتال هايبرتنشن وعنده سيروزز او ديجنوز ويز سيروزز. وات از ذا بيست مانجمنت انيشال مانجمنت في الاساتيس دو تو ليفر سيروزز؟ اني اعطي سبايرون ولاكتون. طيب لكن في الهارت فيلير زي ما انتم عارفين الليزكس او الفيرسامايد خلاص هو هذا الفرق بين الاثنين. دائما هذا السؤال كثير يجي واضح اذا هارت فيلر حيكون عنده جوجلر فينس ديستنشن حيكون عنده لور ليمبيديما حيكون عنده كراكلز وكريبيتيشن والكلام اللي انتم عارفينه. هنا ليزكس از ذا مانجمنت لكن في الليفر سيروزز لا فيرست لاين سبارولاكتون وبعد كده ممكن اضيف له ليزكس يصير ياخذ تو دايوريتيك. واغلب مرضى السيروزز اللي عندهم اساتيس حتشوفوهم على تو ميديكيشن بياخذوا الاثنين لانه في بعض الستديز تقول لك ابدا الاثنين مع بعض مره واحده وتبدا تزود الدوز بالتدريج. ما نفعت اور ان اديكويت ريسبوند تو دايوريتكس او فريكوينت ريكرنس او اذا الديوريتيك كونترا انديكيتد لاي مصيبه في الدنيا ما اقدر اعطي البيشنت هذا ديوريتيك. هذا بنسميه ريفراكتوري اساتيس او ديوريتيك ريزيستنت اساتيس وهذا موضوع كبير جدا
انه البيشنت هذا بعطيه دايوريتك وما بتسوي شيء. فالبيست تريتمنت او اشهر حاجه ممكن نعملها ثيرابيوتيك لارج فوليوم باراسيتيز، وهذا كثير من المرضى اللي يجونا بنركب لهم بيكتيل عشان تعمل درينج للفلويد كل فتره وفتره، يجون اجين ديستندد ابدومين نو ريسبوند تو دايوريتيك، ذي نيد ثيرابيوتيك لارج فوليوم باراسيتيز اني اسحب لارج اماونت اوف فلويد. فهذه هي المانجمنت اوف ريفراكتوري اساتس بعد الدايوريتيك. وعاده الاسئله ما توصل صراحه لذا الحد، بس توصل في اسئله البورد اللي حيدخل اختبارات البورد، تجي اسئله في الميديسن بهذا الشكل، واحد على سبان ركتوم في رسومات خلاص وصل للماكسيمم دوز، فابدا اعمل باراسيتيسيس. اخر حل اني احاول افك شويه او احل مشكله الايه البورتال هايبرتنشن، فاعمل ترانس جاجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنت، هذه اللي هي قلت لكم هي اللي كأنك بتنسم البورتال سيركوليشن، بتنسم البريشر اللي فيه وريليز ات انتو سيستميك سيركوليشن، فبتوصل ما بين البورتال سيستم وما بين الجاجولار، الجاجولار اللي هو الفينس سيستميك فينس سيركوليشن خلاص، فيو باي باس ذا ليفر، تعدي الليفر اللي هي عامله الاوبستراكشن بسبب السكروزز والفايبروزز الحاصل فيها. فتيبس از ذا لاست ريزورت، ونادرا صراحه تكون هي الجواب الصح رغم انه اكثر دائما الكل يختارها في الام سي كيوز، بس عاده المفترض انه اول حاجه بتراي الباراسنتيسيس وفي حالات الريفراكتوري اساتس. ان شاء الله وضحت الصوره. دائما نبدا سبانولاكسون بعد كده نضيف له الليزكس وماكسمايز ذا دوز، بعد كده وقتها نقول انه هذا ريزيستنت اساتس واعمل لارج فوليوم باراسنتيسيس. نجي للمصيبه اللي بعدها اللي هي سبونتينيوس بكتيريا بيريتونايتس، هذا مريض عنده نون اسايتس وفجاه حصلت فيه بكتيريا انفكشن. فهنا لو تلاحظون كل واحده كل سطر من ده اللي شايفينه ام سي كيو لحاله كلها مشهوره. What can cause this infection? E. coli is the most common organism. في other organism including Klebsiella, Streptococci، هذا عشان الاوسكيلو قال لي mention organism causing SBB. At least انا عارف انه في Klebsiella وStreptococci، هذه عادة في النوزوكوم اللي هو admitted في المستشفى، لكن ال E. coli is the most common رقم واحد اللي هي الجرام نيجاتيف اورجانيزم هي generally the most common. باثوفسيولوجي هذا السؤال نادر بس بيجي في الهيئه، يعني منهم عاده ما يسالوا في اسئله الباثوفسيولوجي كثير، بس هذا واحد من الاسئله. كيف بتحصل في حاجه اسمها بكتيريال ترانسلوكيشن، البكتيريا اللي موجوده في 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 الانتستين تعمل مايجريشن، بتهرب من الانتستين تروح تعمل كولونايزيشن في الميزنتريك ليمف نودز وتنتشر توصل للاسيتيك فلويد، فنسميه بكتيريال ترانسلوكيشن كده. هذا جواب الام سي كيو، هذه الباثوفسيولوجي اللي بتحصل في الاس بي بي. طيب عادة هي asymptomatic، بس في الكيسز دائما او الاغلب يجيب لي مريض عنده اساتس، عنده positive shifting dullness، وان abdominal examination كده يدسوها عنده tenderness، tender abdomen. tender abdomen ممكن يكون في فيفر، طبعا لو في فيفر سهلوها عليك، اي مريض في الدنيا عنده اساتس ويجينا فيفر نفترض انه في اس بي بي، وي نيد تو دو ايش؟ اللي قلنا عليه باراسنتيسيس، لانه هذه الطريقه الوحيده تو دايجنوز. ابغاكم تنتبهوا النقطة مهمة وكريتيكال هذه، يعني اي مريض سيروتيك نون اسايتس او في اكزام او ذا كيس واضح انه عنده اسايتس ابدومين ديستندد وكذا، وحسيت بس حسيت انه المريض عنده اس بي بي، الجواب حيكون نيكست ستيب باراسنتيسيس، عنده ابدومينال بين، عنده تندرنس، عنده فيفر، ايا كانت على طول حتعمل باراسنتيسيس. ليش اعمل باراسنتيسيس؟ ليش اجين اتعب المريض؟ لانه الطريقه الوحيده تو دايجنوز اني اقيس هذا الرقم، شايفين ذا الرقم؟ تحفظوه زي اسمكم، هذا دائما يجي في الاختبارات. More than 250 neutrophils اللي نسميه اسمه الثاني بوليمور في النيوكليير لوكوسايت، هذه باي ديفينيشن هذا هو تعريف الاس بي بي، واحد عنده نيوتروفيلز اكثر من 250، هذا اهم رقم في الـ في الـ في الـ في الجاسترو كله لازم نحفظه. More than 250 فالجولد ستاندرد دايجنوستيك باراسنتيسيس قبل الانتيبيوتكس، قبل ما نعطي الانتيبيوتكس يو نيد تو ميجر، لانه حياثر على الرقم هذا. طبعا اخذ الفلويد هذا حرسل المايكرو بيولوجي وحرسل كلتشر عشان اعرف ايش الاورجانيزم اللي بعالجه، ممكن يكون كليبسيلا، ممكن ستريبتوكوكاي، ممكن ستاف بعض الاحيان، لكن ال 250 هذه تحفظوها زي اسمكم، مور ذان 250 نيوتروفيلز. وعلى فكره ما قلت لكم بعض الاحيان يرصوا لكم ال اللي هي البارامترز، يحط لك الساق عشان تحسب الساق، يحط لك الالبوم، يحط لك السيرم، وتلاقي النيوتروفيلز حطها لك 400
يقول لك وات از ذا بيست نكست ستيب، وركزوا في دي النقطه، يقول لك اي في انتي بايوتكس ولا فيوريسامايد ولا سبايرونولاكتون. فهنا كثير بيشوفوا اسايتس وخلاص يحسب الساق ويقول ذس از واضحه وصريحه انها ايش اسايتس دو تو ليفر سيروزس، حختار على طول ايش سبايرونولاكتون، ويكون الجواب الغلط لانه عنده مصيبه اكبر. والاهم هنا اني اعالج الانفكشن قبل ما اعطي اصلا دايريتك، رغم انه جوابين صح بس في اسئله يبغى الاصح فيها. فهنا حتختار اي في سيفالوسبورين اللي هو سيفترايكزون اجين اللي استخدمناه اول تو بريفنت اللي هي السوفجين فاريسز بليدنج، هنا حنستخدم الثيرد جنريشن سيفالوسبورين. اسيبه كده؟ لا، بعد 48 ساعه اذا ما في امبروفمنت او البيشنت ستيل هافينج تندرنس هافينج اني ثينج يو نيد تو ريبيت باراسنتيسيس عشان تتاكد انه في ديكريز. طبعا كيف اعرف انه في ريسبونس؟ الكلتشرز تصير كلير ما فيها نو جروث، ما في اي اورجانيزم، والنيوتروفيلز بتقل يبدا ديكريز. فهنا اقول انه طيب ايش السيناريو اللي كثير من الاحيان يجي يديك هي دايركت كده، يقول لك انه مريض جاته اس بي بي والحمد لله تعالج وخارج من المستشفى الان، ايش تبغى تعطيه؟ في الاسفنجال باريزس قلت لكم بيتا بلوكر صح؟ بروفيلاكسس. هذه مصيبه ثانيه برضو ات كان كيل، فيو نيد تو بريفنت ات. فسيبروفلوكسسين، سيبروفلوكسسين از ا بروفيلاكتيك انتي بايوتيك فور اني بيشنت ويز هيستوري اوف اس بي بي. بمجرد ما once you have SBB you have high risk of recurrence، فأي لحظة ممكن يرجع again يصير bacterial translocation و infection. فسيبروفلوكسسين is the true answer. طيب ال complication قبل الأخيرة في liver cirrhosis is hepatic encephalopathy. إيش هو hepatic encephalopathy؟ المشكلة اللي بتحصل وهذه واحدة من ال loss of liver function. ليفر فانكشن مو بس سينثيتك، لا كمان ات كليرز توكسين، بتنظف التوكسين هذه وبتعمل لها ميتابوليزم ويصير لها اكسكريشن سواء في البليري تراكت او في الكيدنيز او باي ذا كيدنيز قصدي. فاللي بيحصل في الهيباتيك انسفالوبث انه بيصير في اكوميوليشن اوف ذيس توكسين كده، هذه الباثوفيسيولوجي باختصار، فيقوم يحصل في افكشن او فلكتويشن في المنتال ستاتس والكوجنيتيف فانكشن في حالات السيفير ليفر دي. طبعا هذا عاده اخر حاجه تحصل، خلاص يحصل متاخر الهيباتيك انسفالوبثي السوفجين فاريسز والبورتال هايبرتون هذه في البدايه، قدام تحصل يبدا الاسايتس والهيباتيك انسفالوبثي. ف هيباتيك انسفالوبثي اهم حاجه تعرفه انه يو دونت جاست تريت هيباتيك انسفالوبثي، يو تريت ذا تريجر. المريض يكون عنده كرونيك ليفر سيروزز وستيبل، نسميهم ستيبل كرونيك ليفر سيروزز. يدخل بعض الاحيان في ديتيريوريشن او تريجرز تعمل لهم حاجه بنسميها ديكومبنسيتد ليفر سيروزز. ديكومبنسيتد ليفر سيروزز زي ديكومبنسيتد هارت فيلر، مو في الهارت فيلر نقول ديكومبنسيشن يحصل، ممكن انه مريض نون كومبلاينت اون ميديكيشن، مريض عنده ام اي حصل له افيت. هنا نفس الشيء في كده سبيسيفيك ودائما يسالوها يقول لك which of the following is the most precipitating factor for this patient، وجايب هيستوري فوق كده كاتب لك كل الهيباتيك انسفالوباثي الكلينيكال فيتشرز اللي دحين حنتكلم عنها. فرقم واحد ايش قلنا ابغاكم تفكر فيه؟ بليدنج. قبل شويه قلنا اللي يجي بسوفجيال فاريسز وبليدنج وهذا رقم واحد نفكر فيه انه عندهم ايش او يو نيد تو رول ات اوت. طبعا عاده الناس حيجيني بهيماتوليسيز المريض تمام، فحيكون واضح. رقم اثنين كثير بنشوفه في المرضى الكونستيبيشن. كونستيبيشن از بريسبيتيتنج فاكتور فور هيباتيك انسفالوباثي. ف الكونستيبيشن علاجه هو نفس علاج الهيباتيك انسفالوباثي اللي هو اللاكتروز. فيو نيد تو تريت كونستيبيشن. هذه الحاجات مهم اسال عنها كمان في الهيستوري لانها بريسبيتيتنج فاكتور. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة الهايبوكاليميا او الالكترولايت امبالانس، بالتحديد ابغاكم تعرفوا الهايبوكاليميا من اهم البريسبيتيتنج فاكتور بالاضافه للانفكشن زي الاس بي بي اللي قبل شويه، مو قلنا اللي عندهم اس بي بي they can develop hepatic encephalopathy. فهيباتيك انسفالوباثي result from the other complication اللي هي اللي تكلمنا عنها الاس بي بي والجي اي بليدنج بالاضافه للكونستيبيشن والهايبوكاليمي. اللي يعرف دي الاربعه يعني هي اهم حاجه. طبعا في حالات لا يصير deterioration of liver function. ليش؟
الديزيز اللي هو واحد الكهوليك ودخل في سيروزز ولسه باقي يشرب الكحول، او واحد عنده هيباتايتس وما هو راضي يتعالج. ففي هذه الحاله الليفر ويل ديتيريوريت لين يدخل في فايبروزز لكامل الليفر، ما عاد يبقى غير 10% او لسه. ففي هذه الحاله ممكن هو ده يكون سبب الهيباتيك انسفالوباثي، تمام؟ فهي واحده من دي الحاجات عاده. طيب ايش يجي بايش؟ حتكون في سي ان اس سيمبتوم، خلاص؟ في كده حاجات مميزه اللي يعرفها حتساعده كثير في انه يعرف. اول حاجه ديكريز في الليفل اوف كونشسنس. اي مريض انا عارف انه سيروزز، وبعض الاحيان في الكيس يقول لك نو سيروز جاي بي ديكريز ليفل اوف كونشسنس، كونفيوزد، كلها نفس المصطلح جي سي اس، دروب في الجي سي اس صارت 12 او 13، كلها دي نفس الشيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين اسيتريكسس، وهذه مهمه جدا، اللي هي فلابنج تريمورز. فلابنج تريمورز صح احنا نقول انها من الساينز اوف ليفر سيروزز، بس هي بالتحديد تحصل في الهيباتيك انسفالوباثي. It's a sign of hepatic encephalopathy and you need to check خاصة في الأوسكي تتأكد إنه ما في acetrixis اللي هي الفلابين تريمورس. فهذه بتقول لك إنه المريض ممكن يكون عنده hepatic encephalopathy. حاجات تانية memory loss، fatigue، abnormal behavior مهمة جدا. بعض الأحيان هذه هي البريزنتنج فيتشر، يجيبوه أهله يقولوا لك قاعد يتصرف تصرفات غريبة، بيصارخ على الناس وبيزعق وزي كده، تغير في البيهيفير. هذا ايرلي في بدايته، لانه هو ستيجز. طبعا مين مهم ستيجز تعرفوها، لكن اللي يهمني انكم تعرفوا الفيتشرز هذه عشان في الهيستوري لما تيجي الكلينيكال سيناريو اعرف انه ده المريض عنده هيباتيك انسفالوباثي. اب نورمال بيهيفير، تشينج في الليفل اوف كونشسنس، الاسيتريكسز، وممكن المسل ريجيديتي، بالاضافه للسلرد سبيتش. هذه كلها حاجات ممكن تحصل في الهيباتيك انسفالوباثي. طيب علاجه طبعا تريت اندرلاين كوز، افويد ذا تريجرز، لانه عاده ما يحصل لحاله، دائما يا يعني نكتشف فيه هايبوكاليميا، يا يعني نكتشف فيه كونستبيشن، يا يعني عنده اس بي بي، اي حاجه من هذه الحاجات. علاجه باختصار لاكتولوز، بالتحديد لاكتولوز انيما بنعمل 300 ملغ على طول. يعني لازم انك يو امبروف الباول موشن. ايش فكره اللاكتولوز؟ امبروف الهيباتيك انسفالوباثي، بنقلل الابزوربشن اوف امونيا، والامونيا هذه هي واحده من التوكسين، هي ما هي التوكسين الوحيد، هي واحده من التوكسين اللي بتلعب دور، او يعني في نظريات انها بتلعب دور في الـ في الـ في الهيباتيك انسفالوباثي. الاكوميوليشن حقها از توكسيك للسي ان اس. فاللاكتولوز يتحول للاكتيك اسيد بالانتستين فلورا ويمنع بالتالي الابزوربشن اوف امونيا. حاجه في ثاني السكند لاين، اذا ما كان في لاكتولوز ممكن نستخدم الريفاكزيمين. ريفاكزيمين از نون ابزوربل انتي بايوتيك، عباره عن انتي بايوتيك اخر ريفامبيسين اللي عارفينه اللي بيستخدم في التي بي. بس ميزه الريفاكزيمين انه نون ابزوربل، ما بيصير له ابزوربشن، بينزل في الستول، بيمسك في الامونيا وبينزلها في الستول، وبالتالي معليش يعني هو حيمنع بس الفورميشن اوف امونيا من الاساس، بانه يعمل كليرنس للفلورا اللي موجوده في يعني شو يسموه تطهير للانتستينال تراكت من الفلورا، فبالتالي يمنع تكون الامونيا، فحيحل المشكله او حتشوف في امبروفمنت في الكونشس ليفل في السيمبتومز. اخر حاجه الهيباتو سيلولار كارسينوما، وهذا المعلومه المهمه فيه، رقم واحد السكريننج، وهذا السؤال فيري كومن، دائما لما يسالوا على الهيباتو سيلولار كارسينوما يجيبوا سؤال السكريننج، ابدومينال الترا ساوند وذ اور وذاوت الفا فيتو بروتين every 6 months. تحفظوها زي اسمكم، ابدا ما تنسوها، ودائما حترجعوا لذا سلايد عشان هذه المعلومه. بعض الاحيان يحطوا لك الفا فيتو بروتين في خيار والترا ساوند في خيار، وهذا من اكثر الاسئله اللي بتوصلني. حتختار ابدومين الالترا ساوند، ليش؟ لانه قلنا هنا with or without الفا فيتو بروتين. الفا فيتو بروتين زي اي كانسر او زي اي تيومر ماركر is not sensitive nor specific، او يعني خاصه النون سبيسيفيك، اسباب كثيره ترفع، لكن الابدومينال التراساوند حتوريني التشينجز اللي بتحصل في السبروزز، ويعني هي المين سكرينينج تيست. خلاص، فالتراساوند with or without الفا فيتو بروتين ما يهم، every 6 month to screen for HCC. مين هم اللي يسوي لهم سكرينينج فور HCC؟ اللي عندهم هيباتيتس بي اور سي انفكشن، الاثنين دول هم اللي في الاخير they develop cancer. HCC هي دي الريسك فاكتور فور هيباتوسيلولار كارسينوما، يا هيباتيتس بي يا هيباتيتس سي. في اذر ريسك فاكتورز بس دي الاثنين هي المهمه، ولازم اعمل لهم سكرينينج كل 6 شهور.